نروح لأندونيسيا وزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب هناك. الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ناشد بالعمل على حل مشكلات اضطهاد غير المسلمين للمسلمين في الشرق وفي الغرب لكي يتحقق الأمن ويعم السلام وتنعم الإنسانية شرقا وغربا. ده كان ضمن كلمته اللي ألقاها من جامعة شريف هدايت الإسلامية الحكومية في الإندونيسية في جاكرتا العاصمة الإندونيسية. ده طبعا في إطار زيارته الحالية لإندونيسيا مع وفد مجلس حكماء المسلمين. كمان شيخ الأزهر ناشد علماء الأمة ببذل المستطاع لمواجهة محاولات تشويه الإسلام من التنظيمات الإرهابية المتطرفة للحفاظ على وحدة الأمة وصيانة عقائدها. المجلس قرر كمان برئاسة شيخ الأزهر إرسال قوافل سلام لبورما الفترة المقبلة بسبب اللي بتشهده من ارتكاب جرائم وحشية ضد الإنسانية وكمان الأقلية المسلمة اللي حضراتكم بتتذكروا بالتأكيد وبتتابعوا أخبارها أول بأول سواء على المواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي. الأقلية اللي اسمها الروهينجيا والأغلبية اللي موجودة هناك في بورما اسمها الراخين، أغلبية الراخين البوذية بتضطهد بالتأكيد أقلية الروهينجيا المسلمة وبتفعل بهم الأفاعيل طبعا وسط صمت دولي للقرار الدولي ومحدش قادر يتدخل في هذا الأمر.